مشاهدينا الكرام للتفاصيل أكثر عن منظومة الدفع الإلكتروني، وطبعا نحن سنعنى بالجانب التشريعي من هذه المنظومة الكبيرة. يشرفنا الليلة الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. خلينا في البداية نعرف من حضرتك البنية التشريعية إلى أي مدى هي يعني ترسخ للانتقال للدفع الإلكتروني والتحول الرقمي بشكل عام. طيب أستاذة دينا، الحقيقة الحكومة بتبذل مجهود كبير جدا في تهيئة المناخ التشريعي لعمليات التحول والشمول المالي اللي بتحصل النهاردة في المجتمع، ويمكن وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات قامت بجهد كبير جدا في خلال العام الماضي. تمام، كان أولها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللي السيد الرئيس وقعه وصدق عليه في أغسطس الماضي. الحقيقة ده كان حجر الأساس الأول في تهيئة المناخ ومحاولة تجريم الأفعال غير الشرعية اللي من الممكن أنها تحصل على بيانات المواطنين، على النظم المعلوماتية المختلفة، وخصوصا النظم المتعلقة بالنواحي المالية أو بالنواحي المتعلقة بالخدمات بشكل كبير جدا، علشان نضمن عمليات التحول الرقمي والشمول المالي، وفي نفس الوقت نضمن كمان بيانات المواطنين في البيئة الرقمية وعلى شبكة الإنترنت بشكل كبير. فابتدينا أننا الحقيقة نجرم عمليات الاختراق للبيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، وسواء كانت للحكومة طبعا أو للقطاع الخاص والأفراد. ابتدينا نجرم مسألة اصطناع المواقع، خصوصا المواقع البنكية، وحضرتك عارفة طبعا عمليات الفيشنج أو الاصطياد لبيانات العملاء من على الإنترنت، ودي واحدة من الجرائم الكبيرة جدا، الجرائم المالية اللي بتهدد الحقيقة مؤسسات مالية كبيرة جدا، فحطينا لها تجريم كبير في القانون. كمان عمليات الدخول غير المصرح به على النظم وقواعد البيانات المختلفة، ابتدينا نحط تنظيم قانوني دقيق جدا لالتزامات مقدمي الخدمات التكنولوجية بشكل كبير، بما يضمن انه لو في اي جريمة حصلت نقدر اننا نتتبع المجرم ونقدر اننا نوصل له. مش بس كده، لا، احنا ابتدينا والاول مرة في التشريعات المصرية ندي حجية في الاثبات للدليل الرقمي. يمكن واحنا بنتكلم على تفضلي حضرتك، كنت عايزه لا انا بفتكر انه في وقت سابق كان اي حد يقول انا عندي ايميل يثبت الكلام ده، يقولوا الايميل وثيقه لا يعتد بها، لكن الان الامر اختلف. اشكرك. هي دي الضمانات اللي احنا بنتكلم عليها، وهي دي تهيئه المناخ التشريعي اللي هيساعد الحقيقه في عمليات التحول الرقمي. زي ما حضرتك بتقولي النهارده الايميل ما كانش وسيله اثبات، المعاملة الإلكترونية اللي بتتم ما هياش وسيلة إثبات، لا، النهاردة بقت وسيلة إثبات طالما إنها تمت بالشكل الفني والقانوني اللي وارد فيه القانون ولائحته التنفيذية. ده مهم في إيه؟ ده مهم في إنه خلاص إحنا بنرسخ لفكرة المعاملة الإلكترونية، وإن المعاملة الإلكترونية ليها ثقة، ليها حجية، المواطن ما يبقاش قلقان وهو بيعملها. ودي جزء مهم الحقيقة من العمليات اللي إحنا بنتكلم عليها، إن الناس دايماً بتبقى محجمة إنها تدخل مثلا أرقام البطاقات الائتمانية الخاصة بيها على شبكة الإنترنت، هي خايفة أنها تتسرق، هو قلقان من أنه لما هيبعت البريد الإلكتروني ده هل هيعتبر أنه وثيقة رسمية يعتد بيها ولا لا بالنسبة للشخص اللي هو أرسلها له. الكلام ده الحقيقة حاولنا أننا نحطه بشكل واضح جدا في القانون، بالإضافة طبعا لقوانين أخرى كانت صدرت قبل كده زي قانون التوقيع الإلكتروني اللي بيدي حجية في الإثبات للمحررات الإلكترونية. من هنا الحقيقة ده جزء أساسي، واحنا بندي حجية في الإثبات للأدلة الرقمية، مش بس للدليل الرقمي، إنما كمان ابتدينا ننظم مين الخبراء اللي هيبتدوا يتعاملوا في مثل هذه النوعية من القضايا، علشان نضمن إنه الأشخاص القائمين على تطبيق القانون هم الأشخاص اللي عندهم المقدرة الفنية والعلمية والقانونية في التعامل مع مثل هذه الجرائم. جزء تاني، وإحنا بنتكلم برضو في البيئة الرقمية، إحنا بنتكلم على جرائم أحيانا بتبقى عابرة للحدود، فمن الممكن إن الجريمة تبقى من خارج الجمهورية. صحيح. وبالتالي ابتدينا نحط كمان نصوص بتتكلم على التعاون الدولي، إزاي هنبتدي نتعاون دوليا من الناحية الفنية ومن الناحية
القضائية علشان نقدر نتتبع المجرم دوت في أي مكان في العالم. هل أصبح من السهل لأنه في كتير في مواقع شهيرة للتجارة الإلكترونية؟ أنا أعرف ناس بشكل شخصي تمت سرقة الحسابات الخاصة بهم، وطبعا بيكون الحساب عليه كل البيانات الشخصية. هل أصبح من السهل التتبع وأيضا يعني تلافي الأخطار أو الأضرار اللي بتحدث نتيجة أي صفقات باستخدام كروت ائتمان خاصة أو أي حسابات شخصية؟ طيب حضرتك الحقيقة أجملتي مجموعة نقط كتيرة جدا في غاية الأهمية. نمرة واحد، الحقيقة جزء متعلق بثقافة الناس في التعامل في البيئة الرقمية. هل أي موقع النهاردة أنا المفروض أن أنا أدخل عليه وابتدي أني أحط عليه أرقام البطاقات الائتمانية بتاعتي أو بياناتي الشخصية ولا لا؟ دي مسألة الحقيقة مهمة هنتكلم عليها. مسألة أخرى متعلقة بأنه هل الكلام ده مؤمن وفي التزامات قانونية على الويب سايت دوت أو الموقع اللي بيقدم الخدمة دي ولا لا؟ ده برضو موجود في القانون. والبيان الشخصي الخاص بي وعملية التسريب بتاعته أو عملية انتهاكه هل ليها حماية وتنظيم ولا لا؟ طيب نمرة واحد الحقيقة المتعلقة بثقافة الأشخاص في التعامل. أنا دايما بدعو الأشخاص أنهم دايما لما يجوا يستخدموا مواقع تبقى مواقع مؤمنة. يعني إيه مؤمنة؟ يعني موثوق فيها، مواقع مشهورة، مواقع بتتبع معايير فنية معينة علشان نبقى ضامنين أنه واخد احتياطات تأمينية. إزاي بنعرف أنه سمعة هذا الموقع مثلا؟ سمعة هذا الموقع طبعا جزء من القضية، وفي نفس الوقت في الدومين نيم أو في اليو ار ال بتاع الموقع حضرتك لما بتبصي على HTTP تمام، المفروض أنه يبقى فيه S أنه بيستخدم شهادات سيكيوريتي معينة بتضمن أو بتدي راحة للمستخدم في أنه البيانات بتاعته مؤمنة ومشفرة على هذا الموقع. ما يكون فيها S تبقى بالضبط كده. فدي واحدة من الأمور طبعا، مع مسألة أنه كمان ما اشتريش من مواقع مجهولة أو غير معروفة. ده جزء. الجزء الثاني أننا في قانون مكافحة جرائم تقنيات المعلومات الحقيقة حطينا التزامات على مقدمين الخدمات وبما فيهم مقدمين خدمات التجارة الإلكترونية وغيرهم أنه بيتخذ معايير تأمينية معينة، بيحافظ على بيانات المستخدمين بشكل فني معين بما يضمن عدم افشائها او اختراقها باي شكل من الاشكال، وحتى لو تم اختراقها ما يتمش الوصول ليها بشكل مفهوم. يعني ببساطة شديدة جدا اننا بنشفر البيانات دي عشان حتى لو تم اختراق البيانات او تسريبها ما يحصلش عليها معاملة او ما حدش يقدر انه يستفيد منها بشكل او باخر. فدي كمان نقطة مهمة. أدرجنا الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الجرائم في حالة حدوثها بيتم معاقبة الجاني عليها. ألزمنا كمان مقدمين الخدمات بالاحتفاظ ببعض البيانات اللي تمكننا من الوصول للمتهمين. ده مشروع القانون اللي صدر. عندنا مشروع قانون آخر الحقيقة هو حماية البيانات الشخصية، وده الركن الثاني الحقيقة من الأركان المتعلقة بمنظومة الدفع وبعمليات التحول الرقمي، هو مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. وإحنا بنتكلم الحقيقة على البيانات الشخصية، ده بترول القرن اللي جاي والقرون اللي بعد كده الحقيقة طبعا. لأنه دي أغلى سلعة النهاردة في الكون هي بياناتنا الشخصية. لأي مدى المنصات العالمية والشركات والجهات بتستخدم بيانات الأفراد في عمليات التحليل والمعالجة علشان تقدر أنها تستفيد منها بشكل مالي؟ النهاردة القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد اللي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومراجعته في مجلس الدولة ويمكن في خلال أيام يعني بسيطة جدا هيبقى في البرلمان قيد النقاش، القانون ده بيدي حقوق للمواطن نمرة واحد في انه محدش يقدر يجمع بياناته الا باذنه. يعني حضرتك النهاردة لو دخل اي محل، لو دخل اي شركة، مش من حقه انه ياخد بياناتك الشخصية الا بموافقتك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مش من حقه انه يعالج هذه البيانات او يبعتلك بريد يعني الكتروني. كل الناس اللي بتدي جوائز على السوبر ماركت الكبيرة وبتقول ان هي شرط عشان تاخد
جايزة ما، احنا لازم نكون حذرين جدا مع هؤلاء الأشخاص. وهم كمان بقى مطلوب منهم انهم يبتدوا انهم يوفقوا اوضاعهم مع القانون، بمعنى انه لو انت النهارده داخل حضرتك محل ملابس مثلا فجاي بتحاسبي فقال لك انا عايز رقم الموبايل، فقلت له لا انا مش عايز اسيب رقم الموبايل، فيقول لك السيستم ما بيقبلش اني اعمل الفاتورة الا برقم الموبايل. ده مجرم الحقيقة، لان هو كده بيجبرك ان انت تحطي بيان شخصي حضرتك مش حقيقي. محتاجة طبعا حضرتك مش محتاجة ان انت تحطيه. تمام، دي جزئية. بعض المحلات اللي بتبتدي تستخدم الكريدت كارد بتاعت حضرتك وانت بتدفعي، فبعد ما بتحطيها في البي او اس ماشين او المكنة بتاعت الدفع بتاعت الكارت الائتماني، بيمرر الكارت مرة أخرى في السيستم أو في النظام الخاص بالجهة. ده كمان ممارسة غير مقبولة. لازم نكون يعني واخدين بالنا جدا من هذه التحركات. بالظبط كده، ده جزء الحقيقة من الأورنس أو التوعية اللي المفروض إن ممكن يحصل إيه ما يعملوا الكارت مرتين. هو كده عمل إيه؟ هو ببساطة شديدة جدا هو خد الأرقام بتاعة البطاقة الائتمانية بتاعة حضرتك، وده بيان شخصي وده بيان شخصي حساس. فإحنا بنتكلم على البيانات الشخصية الحساسة، الحقيقة إحنا بنفرق ما بين نوعين من البيانات الشخصية، الأسماء وأرقام التليفونات وأنا ساكن فين ورقم عربيتي ورقم القومي بتاعي وتاريخ الميلاد والإيميل أدرس بتاعي، دي بيانات شخصية عادية. إنما عندنا بيانات شخصية حساسة زي البيانات المالية، البيانات الصحية، بيانات الأطفال بتعتبر بيانات حساسة، البيانات البيومترية، الفينجر برينت وبصمة الصوت وبصمة العين. دي الحقيقة حاجات من الحاجات المهمة جدا اللي القانون بيتعامل معاها بدرجة أعلى من الحماية وفرض إجراءات يعني صارمة علشان نحمي المواطنين. ده جزء الحقيقة كمان ليه ارتباط بالاستثمار بشكل كبير جدا. حضرتك عارفة طبعا أنه مصر من الدول الرائدة في صناعة التعهيد أو صناعة الأوتسورسنج في العالم. عندنا عدد كابلات بحرية كبير جدا بيمر في مصر، فإحنا مؤهلين الحقيقة بحكم موقعنا وظروفنا أننا نبقى من أكبر الأماكن اللي بتستضيف مراكز بيانات عملاقة في العالم. فلازم تكون البيانات محمية. بالظبط كده، محدش هيقدر أنه النهاردة يجي يبني مراكز بيانات عندنا أو يجي يستثمر عندنا في بنية تكنولوجية كبيرة من غير ما يبقى عندنا قانون لحماية البيانات الشخصية، خصوصا مع التوجه الأوروبي الحقيقة اللي موجود النهاردة في اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، في أنهم بيمنعوا خروج البيانات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين لأي دولة ما فيهاش قانون لحماية البيانات الشخصية. وبالتالي قد تكون القطاعات المتعلقة مثلا بالسياحة عندنا فيها بعض الإشكاليات لازم أنها تتحل بصدور هذا القانون، الطيران وهكذا، أي جهة الحقيقة بتعامل مع بيانات أوروبية. للأسف وقتي خلص تقريبا لهذه الفقرة، لكن عايز أعرف سريعا أخبار مشروع قانون المدفوعات غير النقدية. هو الحقيقة يعني مشروع قانون المدفوعات غير النقدية ده مشروع قانون كان قدمه البنك المركزي مع وزارة المالية، وده بيكمل الحقيقة المنظومة التشريعية الخاصة بعمليات التحول الرقمي والشمول المالي، وتم يعني الموافقة عليه في مجلس الوزراء وبيتم حاليا مناقشته في البرلمان، واعتقد انه هيصدر في الدورة البرلمانية الحالية ان شاء الله بإذن الله. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك النهاردة دكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستفدنا جدا من معرفة هذه الـ يعني الخطوات البسيطة اللي ممكن اتباعها للحفاظ أكثر على البيانات. شكرا يا دكتور. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا في مال وأعمال، بعد فاصل قصير نتابع مشروع جديد من مشروعات ريادة الأعمال.